تحيتنا متجددة مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الأفاضل بتجدد انطلاقات هذه الأشواط وتحدياتها ومنافساتها. ينطلق شوطنا السابع بحفظ من الله وتوفيق ويحمل منافسات الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين حيث هذا الميدان حيث هذه ايضا الميدان ميدان الوثبة الذي يحتضن دائما شعارات مميزة واسماء شهيرة سواء على سن الكبار او سن الصغار. ياتي هذا الشوط ونندفع مباشرة الى المركز الاول والى الصدارة الاولى لاجد عالي اللي على المرتبة العالية والمركز الاول. يقدم لنا عالي مبارك بن محمد بن شيرة العامري ونشهر بن شيرة هنا على صدارة هذا الشوط لينطلق بصدارة هذا الاداء ويتحرك بمقدمة الشوط والمنافسة الاولى من خلال هذه التحديات. انتقل الى المركز الثاني واجد هنا الحضور على ثاني المراكز من الاسد القادم لسهيل بن محمد بن ذويب العامري. نقلتنا التالية الى المركز الثالث الى اشقر لعبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي بينما المركز الرابع فهذا هو العدملي لسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي. ياتي هنا من خلال هذه التحديات بينما انتقل الى قازي سلطان بن خليفه بن محمد الدرعياتي مع قازي وينطلق بهذا القزو المكثف بينما المركز السادس سادس المراكز الوسمية ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي ياتي مع الوسمية على المركز السادس بينما المركز السابع مبلش لأحمد بن عبد الله بن حارب الدرعي وثامن المراكز هملول لهادف بن سعيد العامري ياتي مع المركز الثامن بينما المركز التاسع فهذا هو هملول عبد الرحمن بن مقبل المطيري هنا ياتي بهذا المستوى الجميل على المركز التاسع وعاشر المراكز مع شاهين الواصل لحمد بن مبارك بن نايع المنصوري. هكذا هي النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة عن الفوز وعن الانتصار. الجميل في هذه المنافسة الجميلة والرائعة والمتميزة من خلال هذا الاندفاع الجميل. أعود إلى المركز الأول أعود إلى الصدارة إلى عالي إلى عالي إلى عالي إلى المرتبة العالية إلى المستوى الأول. هناك مع صدارة هذا الشوط يقدم لنا عالي مبارك بن محمد بن شهيرة العامري ياتي على صدارة هذا الشوط بمستوى جميل وبأداء رائع. انتصفت المسافة راحا 3 كيلومترات ومتبقي ايضا 3 كيلومترات. انتقل الى المركز الثاني واجد هناك العدملي القادم لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي بالمركز الثاني بينما المركز الثالث غازي على ثالث المراكز سلطان بن خليفة بن محمد الدرعي ياتي مع المركز الثالث بينما المركز الرابع الوسمي ناصر بن محفوظ الخميس الجنيبي بينما المركز الخامس فهنا القادم الاسد سهيل بن محمد بن ذويب العامري يتقدم بالاسد ويتحرك بهذا المستوى الجميل بتحديات هذا الانطلاق ومنافسات هذه التحديات الجميلة هنا مع هذا الاندفاع ومع هذا المستوى الراقي والرائع في تحديات هذا الشوط وفي انطلاقاته
الجميله هنا في هذا الاندفاع. وصل الخميساني، وصل الخميساني مع ما يخاف محمد بن علي بن راشد. الظاهري يتحرك في هذه اللحظات، يتحرك في هذه اللحظات. حلوه المنافسه، حلوه المنافسه، وبدا الصراع وبدا النزاع وبدات القوه هنا مع هذه الاشواط الجميلة. لكني بعود إلى المركز الأول، إلى الانفراد الكلي، إلى عالي، إلى عالي، إلى عالي اللي ما زال، اللي ما زال على المركز الأول لمبارك بن محمد بن شيرة العامري، بينما وصل على المركز الثاني وتحرك في هذه اللحظات. ما يخاف، ما يخاف محمد بن علي بن راشد الظاهري، بينما المركز الثالث الوسمي ناصر بن محفوظ خميس الجنيبي، رابع المراكز مبلش احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي، بينما المركز الخامس فهذا هو قازي لسلطان بن خليفه بن محمد الدرعي. هنا المنافسه وصل ايضا على سادس المراكز، غازي احمد بن عبد الله بن حمدي الدرعي، وتحرك ايضا هناك السلع القادم بشعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. وصل بن حماد في هذه التحديات الجميلة، لكني بعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الإبداع، إلى الانطلاق، إلى عالي، إلى عالي، إلى عالي، إلى إبداع عالي بالمركز الأول. يطير إلى صدارة هذا الشوط مبارك بن محمد بن شيرة العامري على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. يقدم العروض الجميلة، يقدم الإبداع الأجمل، يقدم الإبداع الأروع هنا مع صدارة هذا الشوط. هذا هو عالي، وهذا إبداع عالي، وهذا هو انطلاق. طار من شاف المنصة، طار وأقلع على المركز الأول، لكن القادم هنا مبلغ احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. وصل بن حارب، وصل بن حارب، يقدم لنا ابداعاته هنا على المركز الثاني وثالثا مع معوض القادم ايضا مبارك بن مظفر العامري. وتحرك من جزء محمد بن راشد بن احمد المنصوري، ولكن خلاص الفوز والانتصار هنا مع الصدارة، هنا مع المركز الأول، هنا مع عالية عالية عالية. ارتقى المعالي، ارتقى المعالي، وطار إلى المركز الأول، طار إلى الصدارة. تهانينا والناموس، ما شاء الله، شوفوا العرض الأخير، شوفوا العرض الكبير. تهانينا والناموس لمالك عالي مبارك بن محمد بن شيرة العامري على هذا الفوز والانتصار. وها هي لحظات الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل فيه هناك مبلش احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي. المركز الثالث كان منجز لمحمد بن راشد بن احمد المنصوري، رابعا لمعوض مبارك بن ظفر محمد العامري. المركز الخامس كان مع شاهين محمد بن سيف بن سهيل بن شلثم الاخيلي. اذا متابعينا الكرام، مستمعينا الافاضل، شاهدنا المنافسه والتحديات الجميله هنا مع هذه التحديات الجميلة، حيث هنا عالي، وعالي هو من يفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا لمبارك بن محمد بن شيرة العامري على هذا الفوز والانتصار الجميل ولحظات الوصول. هنا 9 دقائق 22 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك عالي مبارك بن محمد بن شيرة العامري، بينما المركز الثاني كان مبلش احمد بن عبد الله بن حارب الدرعي من وصل على المركز الثاني. وتوقيت الزمني المرافق للمركز الثاني 9 دقائق 28 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما وصل على المركز الثالث كان منجز لمحمد بن راشد بن احمد المنصوري. والتوقيت الزمني لمنجز
ولحظات وصول 9 دقائق 33 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس.